السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله زي ما شايفين حضراتكم هنشتغل مع بعضينا طريقة عمل المنظر الطبيعي من البداية للنهاية في فيديو واحد ان شاء الله، ويا رب الجميع يستفاد معانا. اول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم انا مخطط المساحات بتاع الجنب بتاعي على حسب مساحة الجنب، وببدأ بعد كده أخطط المنظر الطبيعي بتاعي زي ما انتوا شايفين حضراتكم. طبعا بخطط الجبال، البحر، السماء، انت بترسم المنظر اللي انت عايزه وعلى حسب مساحة الجنب اللي انت هتشتغل عليها. طبعا اللي من على اليمين ده شباب، دي رسمة ستارة هتبقى معانا في الجنب بتاعنا. وبعد كده ده خط النهاية أو خط التلاشي اللي بين السماء وبين الأرض، بحدده كده الأول عشان أبقى شغال على وضوح. هيبقى كده السماء معايا من أعلى الخط والبحر هيبقى من أسفل الخط بنفس اللون يا شباب الغامق اللي أنا عملت بيه الفاصل بتاع خط النهاية أو خط التلاشي، وبعمل الأماكن الغامقة اللي في البحر أو المية، وبجيب اللون الأزرق أو السماوي بتاعي أو اللبني على حسب ما أنت بتسميه، وبنبدأ نشتغل في السماء بتاعتنا من الأعلى. بعد كده بنخش نفس الدرجة بنفتحها بأبيض زي ما أنتوا شايفين كده، وبنبدأ نسيح اللونين في بعضيهم، ونفس الكلام برضو بنفتح تاني بأبيض علشان يظهر معانا الشغل بالشكل اللي شايفينه حضراتكم. ومن نفس لون البحر اللي هو داخل على تركواز شوية، وبنفتح شوية برضو، واللون التركواز يا شباب بيبقى أزرق وعليه سنة أخضر اللي انتوا شايفينه اللي هو في المية، أزرق وعليه سنة أخضر. وببدأ أعمل الدرجة الغامقة، وبعد كده بفتح شوية برضو نفس الكلام في المية، وهكذا زي ما شايفين حضراتكم بكل سهولة. انا هنا هبدأ اوضح الخط الفاصل اللي بين السماء والبحر. طبعا لما اشتغلت السماء شبرت على اللون الغامق، فهبدأ اوضحه بدرجة غامقة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. اللون اللي شغال بيه حاليا ده ازرق وعليه سنة اخضر، بيكون غامق شوية عشان يظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. فكرة الفيديو سهلة وبسيطة والشرح هيكون بسيط، اللي هيتابع معايا للنهاية هيستفاد جدا. الفيديو كله معلومات، انا مرضتش اعمل الفيديو على اجزاء، حبيت افيد حضراتكم في فيديو واحد. السماء والبحر والجبال والخضرة، منظر طبيعي من البداية للنهاية ان شاء الله هشرحه لكم بالتفاصيل في فيديو واحد. في ناس كتيرة بتعمل الموضوع ده على اجزاء، لكن انا ان شاء الله في الفيديو ده هشرح لكم كل شيء في المنظر الطبيعي مع التغيير طبعا والابداع بتاعك، انت بتغير براحتك وتبدع براحتك في الشكل. احنا زي ما قلنا احنا هنا ايه، خلصنا كده التأسيس بتاع السماء والبحر، وبجيب اللون الغامق زي ما أكدت على اللون الغامق في البحر تحت، بجيب اللون الغامق برضو وبأكد على أعلى مكان في السماء، بيبقى واضح شوية بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده، ببدأ أوضحه شوية. واللون بتاع السماء أزرق عليه سنة أسود أو سنة أحمر، يعني بغير لون الأزرق شوية، مبيبقاش أزرق صريح. يا رب الجميع يستفاد معانا، عاوزين الكل يتابع معانا للنهاية زي ما قلنا الفيديو بتاعنا بالكامل كله معلومات مفيدة، وياريت الكل يعمل لنا لايك كده. وهنا ببدأ أعمل الشاطئ أو الرملة اللي بتبقى على الشاطئ، وده عبارة عن لون بني
وعليه سنة أصفر وبفتحه بأبيض، أو أبيض وبحط عليه سنة بني وسنة أصفر، أبيض وبحط عليه سنة بني وسنة أصفر، بيديني درجة من درجات الكافيه زي ما شايفين حضراتكم كده. حابب تزود الأصفر ماشي، زي ما قلنا هنا أنت بتبدع براحتك وعلى حسب خيالك وفكرك. هنا بأسس برضو الشاطئ معايا بالمرة، لسه طبعا كل الشغل ده تأسيس، أنا لسه ما اشتغلتش في التأثيرات خالص، فعاوزين الكل يركز معانا عشان شغل التأثيرات هو اللي هيظهر السماء وهيظهر البحر وهيظهر الصخور والشاطئ. وزي ما قلنا الفيديو كله هيبقى معلومات، معلومات كاملة عن المنظر الطبيعي من البداية للنهاية. الناس اللي كانت بتسأل على السحابة والسماء هتتعلم النهاردة معانا في الفيديو ده، اللي كان بيسأل عن البحر والموجة اللي على الشاطئ والموجة اللي في نص الشاطئ برضو معانا في الفيديو ده، اللي كان بيسأل على الصخور والأشجار والجبال كله معانا إن شاء الله هتتعلموا في الفيديو اللي انتوا شايفينه حضراتكم. هنا برضو زي ما أسس السماء والبحر والشاطئ، برضو بأسس اللون بتاع الجبل بتاعي اللي هو على الناحية التانية. زي ما قلنا الالوان بتاع السماء والبحر ولون الشاطئ، برضو هنقول لون الجبل اللي انا شغال بيه ده درجة من درجات الرمادي. تقدر بقى تضيف على درجة الرمادي دي ازرق، تزودها ازرق، تزودها اخضر، على حسب الشكل اللي انت حابب تشوف بيه الجبل من بعيد. طبعا لسه التأثيرات بتاعته هي اللي هتظهر اكتر. يا ريت الناس اللي بتستفاد من الفيديوهات بتاعتنا وعجبها فكرة الفيديو تنزل دلوقتي تدوس لنا لايك للفيديو، عاوزين الفيديو ده يجيب اكتر عدد من اللايكات. وبنفس اللون يا شباب هنا طبعا هقول لكم معلومة، السحابة ما تشتغلهاش بالابيض على طول، تأسس للسحابة درجة رمادي كده بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده بنفس لون الجبل اللي معايا، وببدأ أسس كده ضربات أو خلفية للأبيض بتاع السحابة اللي أنا هشتغله، بتوزع توزيع عشوائي أو توزيع على حسب ما خيالك بيشوف شكل السحابة. تمام، وهنا ببدأ هشتغل تأسيس برضو للمية أو الموجة اللي هي بتبقى على الشاطئ، اللي هي بتبقى عاملة نظام ريمة كده، أو المية فيها بتبقى داخلة على اللون الأبيض. اللون اللي أنا شغال بيه حاليا ده مش أبيض يا شباب، ده أبيض وكاسره بسنة رمادي، لسه الأبيض الصريح هنشتغل بيه في النهاية. حاولوا بس تركزوا في الخطوات، لأن ناس كتيرة كانت بتسأل عن العناصر دي كلها وعن الجبال والسحابة والبحر والصخور، كل ده ان شاء الله هتلاقوه معانا النهاردة في الفيديو بتاعنا. اللي انا شغال بيه حاليا ده مش ابيض صريح، الابيض الصريح لسه هيظهر يا شباب، عاوزين كده الكل يركز معانا. ده ابيض وبكسره بسنة اسود او رمادي. دي كلها تأسيسات، انت تقدر تشتغل بالابيض على طول تقدر، لكن مش هتطلع نفس التفاصيل او الدقة اللي انت بتشوف فيها المناظر الطبيعية اللي هي بتاع المحترفين. فزي ما قلنا السحابة بتأسس لها برمادي، المية او الموجة بتأسس لها بدرجة ابيض ما يكونش صريح داخل عليه سنة رمادي. هنا احنا عندنا شكلين للموجة هنعلمهم لكم النهاردة ان شاء الله، الموجة اللي في وسط المية اللي هي المقلوبة، والموجة اللي هي على الشاطئ. وهنا بنفس اللون اللي انا اسست بيه لون المية اللي هو الابيض ومكسور بسن رمادي او اسود، زي ما قلنا ده مش ابيض، برضو بشتغل لمسة تاني في السحابة بتاعتي. ده كله يا شباب بيديك شغل احترافي بعد كده. يعني انا هنا السحابه ما اشتغلتهاش بابيض على طول، دي ابيض زي ما شايفين حضراتكم كده وعليه سنه من الرمادي او الاسود،
ما بيبقاش ابيض صريح. شكل السحابة هنا شباب بتشتغلوه زي ما انتوا عايزين، حابين تشتغلوا الشكل التاني او الاشكال التانية الكتير، طبعا في اشكال كتير ما فيش اي مشاكل، ما ترتبطش بالشكل اللي انا شغال بيه. وهنا نفس الكلام يا شباب، بنفس اللون الابيض اللي احنا مغمقينه بدرجة اسود او رمادي، وببدأ اشتغل التأثيرات بتاعتي في الجبال. يعني انا اللون اللي اشتغلت بيه في المية والسحابة والجبال حاليا ده مش ابيض صريح. في ناس تقول طب ما انا كنت اشتغل بابيض صريح على طول ورايح دماغي، يا شباب مش هيديك التأثير النهائي اللي انت بتشوفه في شغل المناظر الطبيعية او اللي انت هتشوفه معانا في اخر الفيديو. طبعا تأثيرات الجبال او تقسيمة الجبال بتشتغلها على حسب خيالك، او لو معاك صور بتنقل منها التأثيرات. يعني انصحك بالنقل المناظر الطبيعية طالما ان انت حابب تشتغل منظر طبيعي معين، يستحسن او انصحك بالنقل، يكون معاك صورة ليه وبتنقل التأثيرات بتاعتك، وده مش عيب طبعا، ده شيء هيخليك تطلع الرسمة بتاعتك باحترافية. عندك مخزون واشتغلت قبل كده كتير وحابب تشتغل من خيالك، حافظ شكل الجبل، شكل السحابة، شكل الموجة، مفيش اي مشاكل، تشتغل عادي بدون ما تنقل، مفيش اي مشاكل خالص. وهنا زي ما انتوا شايفين عملنا درجة من درجات البني المحمر، درجة بني يا شباب، ومنحط عليها احمر. حابب تشتغل بني صريح برضو هيديك شكل جمالي، مفيش اي مشاكل. وبنبدأ نعمل الابعاد بتاع الصخور زي ما انت شفت حضراتكم، وندي درجة ظل على الرمال بتاع الشط. وهنا بنجيب اللون الاسود يا شباب وبنبدأ نعمل ظلال على خفيف تحت الموجة اللي على الشاطئ اللي انا شغال بيه حاليا، ده لون اسود. بعد ما خلصت الصخور بالدرجة اللي شرحتها لحضراتكم بجيب اللون الاسود وببدأ اعمل ظلال كده للموجة بتاعتي، طبعا الموجة لسه فيها تأثيرات تاني، وببدأ اشوف الاماكن الغامقة او الاماكن اللي فيها ظل زي ما شايفين حضراتكم، للصخور للموجة للجبال، اي شيء محتاج ظل باللون الاسود. وانا معايا كده اللون الاسود ابدأ اديها تأثيرات الظل بتاعتي. طبعا لسه الشغل ده كله احنا بنأسس للفينش النهائي. طبعا في عمود عندي في الوسط في المنظر شفتوه طبعا قبل ما نبدأ الألوان، كنت انا مقسم التصميم بتاعي، انت بتقسم المنظر بتاعك زي ما انت عايز. لسه الشغل ده كله هيظهر في النهاية. نفس اللون الأسود برضه اهو زي ما شرحت لحضراتكم، ببدأ أأكد على الأماكن الغامقة. هنا هيبقى في خضرة في الأسود اللي انتوا شايفينه ده، بأسس تحت الأسود، تحت الخضرة بالأسود. أشجار طبعا زي ما انتوا عارفين الأخضر بتأسس له بدرجة زيتي أو أسود على حسب ما انت عايز. الجبال نفس الكلام اهو، بالأسود كده أي شيء محتاج بالأسود بأسس بيه وبدي التأثير الظل بتاعي. طبعا اللون اللي معايا حاليا ده شباب سواء واضح أو مش واضح، دي درجة كافيه فاتحة، نفس الدرجة اللي احنا عملناها في الأرضية في الأول بس على أفتح شوية، دي أنا بعمل بيها المسطح بتاع الصخور من الأعلى. احنا طبعا عملنا التخانة أو السماكة بتاع الصخور بدرجة البني اللي احنا شرحناها لحضراتكم، وعملنا التظليل بتاعها بالأسود أو الظل، وبعد كده بنبدأ نعمل المسطح اللي هو من الأعلى. دي درجة كافيه فاتحة، الكافيه الفاتح بيجي من الأبيض وعليه سنة بني. هو ممكن يكون ظهر لحضراتكم أبيض لكن هو مش أبيض، ده بيبقى على حسب التصوير أو على حسب الإضاءة.
ببدأ كده وأنا بعمل المسطح، لو في أي إضاءة في الصخور بعمل الإضاءات بتاعتي والتأثيرات بتاع الصخور. طبعا في ناس بترسم الصخور بالفرشة، بتطلعها شغل احترافي أكتر من كده. لو أنت حابب تشتغل بالفرشة مفيش أي مشاكل، هنا احنا بندي الفكرة. يعني بالنسبة للصخور والأشجار أنا أنصحك إن أنت تشتغلها بالفرشة، لأن الفرشة بتطلع معاك في الخضرة أو الأشجار بالذات بتطلع معاك شغل احترافي. أنا هنا طبعا بشتغل بالمسدس الخضرة علشان وقت الفيديو، لكن أنا أنصحك بالنسبة للأشجار والخضرة إن أنت تشتغلها بالفرشة. هنا طبعا الناحية دي برضو في جزء من الصخور كده بعمل المسطح بتاعه اللي هو الجزء اللي معرض للضوء من الأعلى. وهنا بقى يا شباب زي ما شايفين حضراتكم بدأنا نجيب اللون الأبيض، زي ما شايفين ده الأبيض الصريح. شكل السحابة هنا زي ما قلنا ما ترتبطش بالشكل ده لو مش عاجبك، هنا بس أنا بوريك الخطوات. وبعد كده جبنا اللون الأخضر، والأخضر بيتكون من الأصفر والأزرق لو أنت ما عندكش أخضر جاهز، أو لو أنت حابب الدرجة ديات أو الدرجة اللي عندك مش كويس. ده أخضر أنا عامله من الأزرق والأصفر، وزي ما قلنا يستحسن تعمل الأشجار والخضرة بالفرشة والبلاستيك. هنا بأسس برضو الأشجار لسه يبقى فيها لمسة تاني. ونرجع باللون الأسود زي ما شايفين حضراتكم كده، وببدأ أضبط الأماكن اللي محتاجة ظل. بعد ما عملت اللون الأخضر ببدأ أرجع تاني أظهر التأثيرات بتاع الأشجار بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تظهر اهو، وزي ما قلنا بالفرشة هيكون شغل احترافي أكتر من المسدس بالذات في الأشجار، عشان بس مفيش ناس تتكلم كتير ان انا شغال الخضرة بالمسدس. انا بنصح مرة واتنين وتلاتة الاشجار والخضرة، انا بنصح الجميع ان انت تشتغلها بالفرشة والبلاستيك، هتديك شغل احترافي اكتر من كده. وبنرجع للون الابيض مرة تاني، وده كده اللي معانا الابيض الصريح. وببدأ طبعا اشتغل التأثيرات بتاع الموجة اللي على الشط. لسه طبعا زي ما قلنا عندنا الموجة اللي في وسط البحر اللي هي الموجة المقلوبة لها طريقتها طبعا وتأثيراتها، ودي الموجة اللي على الشط. وطبعا انا يعني بنصح اللي لسه بادئ ان هو ينقل التأثيرات دي من صورة تكون موجودة معاه على التليفون او مطبوعة على ورق. ده مش عيب طبعا عشان تشتغل صح او تحفظ صح، يعني انت تتعلم صح وتحفظ صح. طبعا زي ما شايفين حضراتكم اللون الابيض الصريح بدأ يظهر معايا، وبدأت تظهر معايا الموجة. اي شيء بعد كده محتاج منك اضاءة، تأثير الاضاءة، تأثير الموجة، معاك اللون الابيض بتبدأ تظهر تأثيراتك. هنا زي ما شايفين حضراتكم اهو دي الموجة اللي في وسط المية او اللي في وسط البحر. شايفين يا شباب بدأت تظهر ازاي؟ وفي اشكال كتير للمية والموجة، واشكال كتير للجبال، واشكال كتير للسحابة. احنا هنا بنديك الفكرة وبنديك الخطوات ازاي تأسس، ازاي ما تشتغلش بالابيض على طول، ازاي تعمل ظل نور تجسم. المناظر الطبيعية من الأشياء اللي محتاجة صبر وعايزة وقت،
يعني منظر طبيعي زي كده. لو محتاج منك يوم كامل اديله يوم كامل، محتاج منك يوم ونص يومين اديله اليومين، بس تطلع صح. هي المناظر الطبيعية كده، هتستعجل في المناظر الطبيعية طبعا مش هتطلع شغل كويس، وده بيحصل من ناس كتير بتشوف فيديوهات وبتتعلم وبتشتغل وبتستعجل في المناظر الطبيعية، وفي النهاية يقولك انا ما عرفتش اطلع شغل زي ده، انا مش عارف ايه المشكلة اللي جبلتني هنا. المناظر الطبيعية ده شيء طبيعي، محتاجة صبر، عايزة الصبر. الراجل او الفنان هنا لازم يتعلم الصبر، ما يملش من الشغل، تمام؟ يعني ممكن المنظر ياخد منك 8 ساعات متواصلة، 10 ساعات متواصلة، تمام؟ ده شيء طبيعي طبعا، وده لازم ياخد الوقت ده منك عشان تطلع شغل كويس او شغل احترافي في المنظر الطبيعي. وزي ما شايفين حضراتكم كده، احنا طبعا اللمسات بتاعتي اللي في الموجة اللي على الشاطئ، والموجة اللي في النص، واللسعات الأبيض اللي في وسط المية بدأت تظهر معانا بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده بكل سهولة. وزي ما شايفين حضراتكم، أنا هنا جبت اللون الأخضر بتاعي وزودته أصفر، يعني عملت أخضر ليموني، وبدأت أعمل برضو الأماكن اللي معرضة للضوء أكتر. ونفس الكلام ده انت بتعمله بالفرشة برضو، يعني انت بتشتغل بالفرشة برضو الاخضر الغامق، وبعد كده بتفتح بالاصفر الاخضر الليموني او الاخضر الفاتح، وتبدأ تدق كده بالفرشة وتعمل تأثيرات الخضرة او تأثيرات الاشجار. لكن هنا بعمل نفس الفكرة لكن بالمسدس، بس شغل الفرشة طبعا زي ما قلنا هيكون احترافي اكتر واحسن. بتجيب نفس لون الاخضر اللي احنا اشتغلنا منه وبنزوده اصفر، بيديك الاخضر الليموني او الاصفر الليموني. ونفس الكلام هنا بنعمله في الاشجار، بنشوف الاماكن اللي معرضة للضوء وبنبدأ نشتغلها بالفرشة او المسدس بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده. وبعد كده يا شباب بنجيب اللون الأسود وهنبدأ نشتغل أو نظهر التفاصيل بتاع التصميم بتاعنا الأساسي اللي هو إحنا مصممينه من الأول. دي هتبقى عبارة عن براندة مفتوحة على منظر طبيعي أو صالة أو مكان مفتوح على المنظر الطبيعي. طبعا اللي احنا كنا مقسمينه في بداية الفيديو انتوا كنتوا شايفين التب ملزوق بتاعه. بنبدأ كده باللون الأسود وبنبدأ نشبر حوالين التب أو نظلل حوالين التب عشان يظهر معانا بالشكل اللي هتشوفوه حضراتكم. طبعا أنا هنا كنت هخلع التب أو اللزق قبل ما اشبر باللون الغامق، فزي ما قلنا هنا الشغل المناظر عايز تركيز شوية ومش عايز استعجال. طبعا الاشياء دي كلها انت بتبقى مقسمها ومصممها وعارف الشكل النهائي بتاعها هيبقى ايه، يعني انت ما بتشتغلش وخلاص. طبعا لسه طبعا زي ما قلنا في عمود عندنا في الوسط هنشرح لحضراتكم ازاي تجسموه وازاي تخلوه مجسم زي دوران كده مجسم وكأنه ماسك في الأرضية وماسك في السقف. والستارة ان شاء الله اللي هي على اليمين اللي احنا سايبينها كده باللون الفاتح ده هتبقى عبارة عن ستارة قماش ملمومة. طبعا هنشرح لحضراتكم برضو في نفس الفيديو النهاردة طريقة التأسيس بتاعها والتأثيرات بتاعتها علشان تظهر معاك بالشكل الستارة الطبيعي. طبعا هنا البندورة اللي انا شغال فيها بعيد بمقاس وقريب طبعا من على اليمين بتبقى مقاس اكبر عشان تديك البعد او المنظور
تمام، ما جيش اشتغلها من الداخل بمساحة والقريب نفس المساحة، زي ما شايفينها كده البندورة اللي تحت اللي في الأرضية، من على قريب الكبيرة شوية، وكل ما بتبعد بتصغر عشان تديك البعد. ونفس الكلام الكاميرا اللي فوق اللي هي المفروض كاميرا للسقف، انا كده كأني عامل السقف في الجدار تاني، هتشوفوها حضراتكم لما اشيل التب، هتلاقوها من قريب كبيرة وكل ما بتروح بتبعد. الأشياء دي لازم الكل يركز فيها عشان تديك البعد أو المنظور الصحيح، علشان اللي يجي يشوف المنظر تبقى عين الواحد أو عين اللي بيشوف المنظر مرتاحة للمنظر، شايف فيه الأبعاد بتاعته صحيحة والشغل بتاعه صحيح. بعيدا عن دقة الشغل طبعا والتأثيرات أو السحابة أو المية، تمام، أهم حاجة إن أنا أشتغل المنظور بتاعي صح، التجسيم صح، الأبعاد صح، خط التلاشي صح، لكن الدقة دي بتيجي مع الوقت والتدريب. لكن في أساسيات زي الأبعاد، خط التلاشي، المجسمات، لو أنت شايف المنظر ده من على اليمين بيبقى شكله إيه، من على الشمال بيبقى شكله إيه، دي كلها أساسيات. لكن دقة الشغل إن شاء الله بتيجي مع التدريب، اتدرب كتير وانجل من صور كتير وأنت بتشتغل، ده هيوصلك لمستوى كويس جدا ومستوى احترافي مع الوقت إن شاء الله. وأنا هنا بدأت أظلل حوالين العمود اللي هيبقى في الوسط، زي ما قلنا لحضراتكم هنا في عمود، هنا بظل تظليل خفيف بالنسبة للمنظر اللي هو المفروض ما يبقاش فيه تظليل أساسا، بس أنا في الأماكن اللي هي مجاربة لون العمود بظل التظليل خفيف، لكن من الأعلى والأسفل بتعمل تظليل عبارة عن ظل كده كأنه ضوء جاي من الخارج، عامل ظل للعمود بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم كده. طريقة سهلة وبسيطة، أنا عارف إن الفيديو كبير، لكن اللي حابب يشتغل أو يشاهد جزء جزء مفيش أي مشاكل. أنا هنا حبيت أفيد حضراتكم بطريقة العمل كلها في فيديو واحد، ودي طبعا ميزة لناس كتير إن أنت من خلال فيديو واحد تتعلم ترسم المنظر الطبيعي من البداية للنهاية. زي ما شايفين حضراتكم كده انا شلت الجرنان والتيب او اللزق، وده هيبقى عمود عندي. طبعا العمود لسه هيتجسم مش هيتساب كده. وطريقة التجسيم انت طبعا بتشوف الضوء جاي من على اليمين، يبقى بتعمل الظل بتاعك من على الشمال، والعكس حابب الضوء يجي من على الشمال هتخلي الظل من على اليمين. هنا انا الضوء جاي من على اليمين زي ما انتوا شايفين، وعملت له ظل على الأرضية وظل على السقف ناحية الشمال، يبقى هنجسمه وهنعمل له الظل بتاعه من ناحية الشمال، وبدأ يظهر بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده بطريقة سهلة وبسيطة. وبدأنا كده نشتغل في الستارة اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها، وده لون تركوازي، والتركوازي زي ما انتوا عارفين بيجي من الأزرق والأخضر. انت طبعا بتعمل الستارة بتاعتك بلون يمشي مع المكان اللي انت موجود فيه، انا هنا عاملها تركوازي عشان تمشي مع شغل الجبس اللي شايفينه حضراتكم. انت بتشتغلها بالدرجة اللي بتمشي مع الفرش او المكان اللي انت شغال فيه، وبنجيب اللون الاسود وبنبدأ نشتغل التفاصيل بتاع الستارة بتاعتنا ونجسم الستارة. طبعا ناحية المكان اللي هي ملمومة منه الستارة بيبقى فيه ظل كده، ببدأ أغمق شوية وأعمل تظليل على خفيف. وطبعا التانيات أو الكسرات اللي انتوا شايفينها كده دي سهلة وبسيطة، هتشوفها حضراتكم أهو في الجزء اللي من الأعلى أهو، تعمل تانيات أو خطوط، انت طبعا بتبقى حافظها من شغل قبل كده أو بتبقى معاك صورة زي ما قلنا. وهنا فايدة الصورة اللي انت بتنقل منها ان هي بتحفظك اشياء كتير، بتحفظ اشكال للستارة، اشكال للجبل، اشكال للسحابة،
وبعد كده بتشتغل بدون صور زي ما انتوا شايفين كده عادي خالص، بس اهم حاجه تبقى حافظ صح، تبقى عرفت الشغل بتاعك او حفظته بطريقه صحيحه. زي ما انتوا شايفين كده عملت التأثيرات بتاعتي والظلال بتاعتي وبنفس اللون الاسود، وبعمل نظام الدلايات كده اللي بتبقى نازلة من الستارة، نظام الحلية اللي بتبقى في الستارة. حابب طبعا تعملها بلون ذهبي، بلون فضي، بلون ابيض، ما ترتبطش بالالوان. هنا انا بديك الفكرة، انت حابب تعملها بلون ذهبي هتبقى اجمل، ابيض فضي هتديك تأثيرات اجمل من كده كمان ان شاء الله. وبعد كده بنبدأ نشتغل في الأرضية، هبدأ أعمل نظام بلاطات في الأرضية. وهنا شغل الأرضية زي ما قلنا قبل كده كتير هيعتمد على المنظور يا شباب، القريب بيبقى كبير والأبعد بيبقى صغير. بتجيب أي قطعة خشب عدلة أو مسطرة كبيرة وبتبدأ تقسم الأرضية بتاعتك بلاطات. زي ما انتوا شايفين حضراتكم لازم تعمل البعد اللي انتوا شايفينه ده كده، اللي هو المكان البعيد بتبقى صغير، المكان اللي هو ناحيتك انت ده بيبقى كبير لان ده القريب. وزي ما شفت حضراتكم كده المنظر يكون خلص. طبعا اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك دعم للقناة وتشجيع لنا، واللي أول مرة يشوف الفيديوهات بتاعتنا ينزل يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان أي جديد يوصل لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.